بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس الحصري على مدونة OffenderNet، حيث سنتعرف على خاصية أو ميزة جديدة قد أصدرتها اليوتيوب على أساس مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في تقطع فيديوهات اليوتيوب بسبب ضعف الإنترنت. وأنا شخصيا اكتشفت هذه الخاصية قبل بضع ساعات لا أكثر. فكرة هذه الخاصية هي تشغيل فيديوهات اعتمادا على ال HTML5. حسنا، لتفعيل هذه الخاصية ليس عليكم سوى الذهاب إلى اليوتيوب، ثم الضغط على Try something new أو تجربة أشياء جديدة باللغة العربية. حسنا، سنحتاج إلى هذه الميزة HTML5 فيديو، ولتفعيلها نضغط على Try it now. حسنا، هذه الميزة تتوافق مع عدد كبير من المتصفحات الإنترنت أو متصفحات الإنترنت المشهورة كفايرفوكس وجوجل كروم وأوبرا وسفاري وإنترنت إكسبلورر. لتفعيل هذه الخاصية ليس عليكم سوى الضغط على Join the HTML file trial، وهكذا نكون قد فعلنا هذه الخاصية. وأنا أضمن لكم الفرق الشاسع والكبير الذي ستلاحظونه على سرعة تحميل فيديوهات اليوتيوب. فإذا لاحظت الفرق فقم بالضغط على لايك، ولا تنسى الانضمام على صفحتنا بالفيسبوك والضغط على سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب ليصلك كل جديد مدونة OffenderNet. وبهذا نكون قد أنهينا درس اليوم. كان معكم حسام الدين الكوراني من مدونة OffenderNet.